تعالوا بقى نعمل تاكو السمك. طبعا احنا هنقدمه في العيش التاكو اللي احنا بنجيبه من السوبر ماركت ده، او بنجيب العيش التورتيا وبنحطه في الفرن نحمصه زي ما انتوا عايزين، مفيش مشكلة اهو، وبنحطه كده لحد ما ينشف او لحد ما يتحمص. بعد كده بنقوم احنا شايلينه من الفرن اهو. عندنا بقى سمك فيليه، وعندنا عصير ليمون، وعندنا زيت زيتون وكمون وتوم باودر او مفروم، كزبرة خضراء مفرومة، وملح وفلفل وجرجير وجزر وسكر، دقيق وزيت، عيش التاكو، وافوكادو مفروم، ساور كريم او الكريمة الحمضة، وطماطم مفرومة ما تفرموش معاها القلب بتاعها، وكمان كرنب احمر متخرط. طب ايه المطلوب؟ المطلوب ان انا اخد من الكرنب ده كده هنا، واخد معاه الافوكادو. الافوكادو ده عليه عصير ليمون، فعشان كده مش هحط عصير ليمون. لكن لو انتوا لسه بتقطعوا الافوكادو دلوقتي حالا ومش حاطين عليه عصير ليمون، اعصروا ليمون. لو انتوا لسه بتقطعوا الافوكادو دلوقتي يبقى هتعصروا عليه ليمون. يبقى كرنب احمر وافوكادو، طماطم بدون القلب بتاعها، وجزر، ومش هحط عليهم ملح وفلفل لان مش عايزاهم ينزلوا ميته. هضيف اليهم الجرجير، وهضيف اليهم الكزبرة، ومش هحط ملح وفلفل، هكتفي بعصير الليمون بس علشان انا مش عايزة الخضروات تنزل ميتها. يبقى كده تمام، والساور كريم تمام. يبقى اهم دول جاهزين كده. اجي بقى للسمك. الزيت انا مسخناه كويس قوي على النار، هحط هنا السمك، هنزل معاه عصير الليمون، وهحط معاه كمون، التوم، وهحط معاهم ملح وفلفل. اما الزيت والسكر، فالزيت والسكر دول هينزلوا مع الخضروات اللي هنا، وهياخدوا معاهم برضو كمون. بعد كده هقوم واخده الدقيق عشان اعفر بيه السمك ده، وهروح بيهم عند الزيت في الدقيق، وبعدين انزل فيه الزيت. زيت غزير سخن، مكعبات من السمك الفيليه متوسطه الحجم، اي حاجه، قشر بياض، بولتي، اللي انتوا بتحبوا تستخدموه.